وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمرها الصحفي أمس فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية 2024، كما أعلنت تفاصيل ومواعيد إجراءات الانتخابات، ومعها سارع المواطنون إلى الذهاب لمكاتب الشهر العقاري من أجل تحرير توكيلات تأييد للمرشحين. ومن أول أيام جمع التوكيلات كان المواطنون جالسون منذ الساعة الأولى من صباح اليوم انتظار فتح مكاتب الشهر العقاري وتحرير التوكيل. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمرها الصحفي أمس فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية 2024، كما أعلنت تفاصيل ومواعيد إجراءات الانتخابات، ومعها سارع المواطنون إلى الذهاب لمكاتب الشهر العقاري من أجل تحرير توكيلات تأييد للمرشحين. ومن أول أيام جمع التوكيلات كان المواطنون جالسون منذ الساعة الأولى من صباح اليوم انتظار فتح مكاتب الشهر العقاري وتحرير التوكيلات.